خلينا نتابع مع بعض دلوقتي أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الداخلية هتعلن شروط قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية، وكمان هيتم الإعلان عن التخصصات الجامعية المطلوبة واللي بتمثل احتياج في قطاعات وزارة الداخلية. النهاردة هتنظم وزارة التربية والتعليم الندوة التثقيفية 11 للوزارات اللي بيتم تنظيمها في إطار التعاون بين الوزارة والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية، وبتتضمن الندوة فقرات للإلقاء والشعر بيقدمها الطلاب، وبيقدم فريق الأنشطة الطلابية عرض مسرحي بعنوان الجمهورية الجديدة. النهاردة هيتم افتتاح مسرح السامر بالعجوزة بعد غلقه أكثر من 31 سنة، وشملت أعمال التطوير اللي تمت تغطية المسرح بالكامل ورفع كفاءة خشبة المسرح وتجهيزها بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة إلى جانب منظومة الحماية المدنية وفق أحدث الأكواد المعتمدة. النهاردة هتنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب ندوة جديدة بعنوان أصوات جديدة لإبداع مستمر شعر العامية المصرية، وده ضمن فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب في ساحة دار الأوبرا المصرية.